أعود إليك مرة أخرى سيد كامل، إلى أي مدى استطاعت إيران أو النظام الإيراني استغلال بعض الفصائل الفلسطينية في يعني في سبيل ما تسميه تحرير القدس وتحرير المسجد الأقصى المبارك أو تحرير فلسطين حتى بأكملها؟ للأسف استطاعت، وهذه كارثة كبيرة حلت في القضية الفلسطينية، دفعت الكثير من الشعوب العربية للانفضاض عن القضية الفلسطينية، وهذا شيء مؤسف جدا جدا جدا. نسبة عالية جدا من العرب لن يقفوا مع فلسطين إذا كان تحرير فلسطين سوف يتم على يد الإيرانيين، نسبة كبيرة جدا، على الأقل العرب في سوريا والعراق ولبنان واليمن على الأقل، وفي دول الخليج العربي أيضا نفس الفكرة موجودة، ربما في مناطق أخرى الفكرة أضعف، ولكن بالنسبة لعشرات ملايين العرب القضية الفلسطينية لا تعنيهم، وسينفضون عنها إذا لبست الثوب الإيراني، إذا أصبح تحريرها على يد إيران. وطبعا ما في تحرير، وإيران لا تستطيع تحرير فلسطين حتى الناس تعرف الكلام الحقيقي. لا تستطيع أم لا تسعى لذلك؟ لا تستطيع ولا تسعى، لا تستطيع ولا تسعى، حتى ما الناس تتوهم أنه إذا إيران بعتت شوية أسلحة لفصائل فلسطينية رح تتحرر فلسطين، هذا كلام خيالي. إسرائيل عندها مئات الرؤوس النووية ومدعومة من دول تملك ألوف الرؤوس النووية، والداعم الأول لإسرائيل هو روسيا. 7000 رأس نووي روسي هو في خدمة إسرائيل، في خدمة إسرائيل، والـ6000 رأس نووي أمريكي هو في خدمة إسرائيل. يعني إسرائيل ليس فقط ما عندها، إسرائيل تستطيع أن تضغط على زر إذا شعرت بأنها سوف تنتهي من قبل إيران أو غير إيران، تستطيع أن تضغط على زر هكذا فتمحى إيران من الوجود. كلمة إيران سوف تحرر فلسطين مجرد وهم وخيال لا يمت إلى الواقع بصلة، ولا تستطيع أن تفعله حتى إذا أرادت. خليني من أنها لا تريد، هي لا تريد قطعا، وعم تلعب بالقضية الفلسطينية، بس لنفرض الله هداهم وأرادوا، هل يستطيعون؟ لا يستطيعون أبدا، حتى ما يضل في ذهن حدا أي وهم. الطائرات الإيرانية الانتحارية هذه المسيرة لعب عيال، امبارحة الأوكرانيين أسقطوا منها 17 واحدة البارحة، وإسرائيل أقوى من أوكرانيا بما يقرب من 100-200 مرة، لأنه إسرائيل قوة نووية ومدعومة من الكرة الأرضية كلها. فإذا لما بيقول لك الإيراني أنا رح أحرر لك فلسطين، هو كذاب مرتين، أولا لأنه لا يريد، هو بس بده يلعب بالقضية الفلسطينية، وخليني أفترض أنه أراد، لا يستطيع مطلقا بالمقاييس العسكرية الإسرائيلية وداعمها. أشكرك شكرا جزيلا سيد أحمد كامل، كاتب صحفي، كنت معي في هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.